في أول يوم رمضاني اتجهنا إلى بائعي اللحوم الحمراء والبيضاء. اللافتة التي تكتب فيها الأسعار تحمل أرقاماً لا تقل عن 1500 دينار للحوم الحمراء و300 دينار للدجاج، لكن للتجار كلام آخر. لي بري تاع الدجاج نهار الاول تاع رمضان هم هبطوا بارابور واش كانوا هبطوا، يعني بلا ما تاع 100 دينار في الكيلو هبطوا. الايامات اللي فاتوا كانوا 45000، دوكا راهم في 34000 دجاج كومبلي. لي مورسو عندنا لي كويس راهم 12000 13000 لي مورسو. اسكارب دو بولي عندنا 62000. هذا واش عندنا لي زال 15000 تاع عين سان زوالي، والبيض راهو 11 دينار الحبه 33 في بلاطون. كاين اقبال كبير نهار قبل البارح، نهار قبل رمضان، واليوم رانا في لافي تاع رمضان، كاين اقبال كبير تاع المواطنين راهم يشريو. قفف المواطنين شبه فارغه، فهم في حيره من امرهم. سؤال واحد يجمعهم، ماذا سنشتري؟ فكل شيء غالي. غالي كلش خضره، اللحم، الدجاج، كلش ما يقدرش واحد زوالي ما يقدرش. اللي عنده يجوز، اللي ما عندوش نو. الدجاج نورمالمون ما يفوتش 28 120000 120 27000 ما يفوتش. او بزاف غالي. انت الحمد لله في الدجاج شويه غالي. انا نقول للتجاره هذا شهر الرحمه والمغفره، لازم تنقصوا تعاونوا الزوالي. أول أيام شهر رمضان سجلت فيه أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ارتفاعاً، على أمل أن تشهد انخفاضاً خلال الأيام القليلة القادمة.